أصغر مصحف كامل بنشوفه، تقريبا قد عقلة الإصبع زي ما حضراتكم شايفين كده، حجم صغير جدا، تقريبا 3 سنتي في 2 سنتي حجمه الكامل، زي ما حضراتكم شايفين كده. يعني العم عبده مالك المصحف أو صاحب المصحف بيقرأ فيه يعني عدسة مكبرة زي ما حضراتكم شايفين كده، كل ما يحب يقرأ في المصحف. طبعا يعتبر يعني زي ثروة كبيرة جدا المصحف ده، اتعرض عليه ان هو يبيعه بأكثر من 7000 ريال من 20 سنة ايام ما كان موجود في السعودية، لكنه رفض. هو بيرفض يعني بيعه او يعني عرضه للبيع خالص او بيعه لأي حد. يعني زي ما حضراتكم شايفين كده حجمه صغير جدا وكامل، يعني اتأكدنا، وبرضه واحنا اثناء اللايف هنأكد لحضراتكم الحجم ده زي ما حضراتكم. دي صورة ايه يا حاج عبد؟ دي هود. صورة هود. هنعرف القصة اكتر من حاج عبد. حاج عبد عامل ايه؟ الحمد لله. يعني عرفنا اكتر بايه قصة المصحف الغريبة دي، يعني حجمه صغير جدا زي ما احنا فهمنا. عمره قد ايه المصحف؟ هو مطبوع في 1301 هجرية. 1301 هجرية. يعني من حوالي 150 سنة تقريبا، يعني لا يعني 144 سنة بالظبط تحديدا. يعني جبت منين ده يا عم؟ والدي جايبه من والده برضه. واخده ورث عن جدودك يعني. حجمه قد ايه؟ هو بالظبط 17 مللي في 19 مللي الصف. الصفحة نفسها أو المكتوب في المكتوب. أما الهامش الكبير ده طبعا خارج الصفحة، يعتبر خارج الصفحة. يعني الناس أكيد مستغربة من حجمه ده، حجمه غريب قوي. يعني أنت بتقرأ فيه إزاي؟ أنا شايفك ماسك ما أنا الأول كنت بقرأ بالعدسة بس، دلوقتي بقت نظارة وعدسة. بتقرأ فيه عادي، بس أنا شايفه كامل. يعني أنت ممكن تفر فيه كده حضرتك وتقول لنا مثلا الصور اللي موجودة إيه؟ هو الصور اللي موجود كامل، حتى الفهرس، يعني شوف حضرتك الفهرس بتاعه. ممكن نشوف احنا كده بقى برضه معاك. نرفعها شويه فوق معلش نشوف اكتر. لا ممكن تقرب التليفون نفسه وهو هيجيب افضل. كل الحاجات طبعا موجوده. طب قول لي يا عم عبده، بتقعد تقرا فيه اوقات ولا ايه؟ اوجات بقرا فيه، يعني بسبب التهوية عشان اهوي الورق بتاعه، ده اهم حاجة. ويعني صفحة واحدة. عشان ما بقدرش اكمل صراحة. يا عم عبده المصحف ده كنز. طبعا. يعني انا برضو عايز ناخد جولة فيه كده برضو مع السادة المشاهدين، نفر فيه بعد اذن حضرتك. دي صورة مثلا ايه، احنا هنحاول دي صورة النحل كده، ولو فرينا يعني كل الصفحات هو كامل. مثلا برضو عايزين نوري للسادة المشاهدين يعني الصورة. ادي المصحف يعني زي ما حضراتكم شايفين كده، طبعا هو كامل كل حجم الصور دي. انا شايف ليه جراب كمان. العلبة دي الأصلية بتاعته، لا يعني بس أنا بلفه في ورقة بيضاء عادية، بتلفه عشان ما لأن يحفظ عليها. المعدن بتاع العلبة لو لامس المصحف الجراح، لا ده الصدى ممكن يبوظ الورق، فأنا بلفه بورقة عادية خالص. وهو ده الجراب بتاعه. يعني انا عايز برضه اوري الساده المشاهدين الحجم، يعني ما فيش قد صغير جدا. يعني اتعرض عليك انك تبيعه ده زمان زمان، او سنة 90. سنة 90 اتعرض عليك بكام بقى؟ والله هو كان صديق سعودي، كنت شغال في السعوديه في الفتره دي، وطلبت تدهوني مش عارف ايه، وصلنا ل 7000 ريال. انا طبعا ايه مشيت معاه وانا متاكد ان انا مش هبيع،
7000 ريال ده كان يشتروا ايه؟ 7000 ريال كانوا يشتروا 200 متر عندنا هنا مباني ارض. يعني اكتر من ايراد يعني. لان الايراد كان ب 5000 ريال، 5000 جنيه يومين. يعني كان هيبقى رقم كبير يعني، مثلا دلوقتي مليون جنيه ولا حاجه مثلا. ناوي تعمل بيه ايه ده؟ عم هو هنحتفظ بيه كده؟ هو خلاص انا يعني اللي انا نويته او نفذته، يعني انا وصيت ابن علي قبل ما ربنا يديك الصحه. يعني تعمل بيه ايه؟ يعني قلت لهم ايه؟ هيفضل موجود ان شاء الله. يعني اللي معاهم ملايين كتير، لكن اللي ما معاهم فسحه زياده مش كتير. حجم يعني قد العقلة الصباع بالظبط تقريبا. انا يعني مستغرب جدا من حجمه، لانه هو برضه يعني مميز مميز جدا، ويعني زي ما حضرتك يعني شايفين كده معانا في الصوره، يعني سبحان الله. يعني مكتوب عليه كمان تاريخ تقريبا في الظهر كده انا شفته. ايوه يعني هو مش هيبان في العدسه، لان انا عشان ابينه حطيته على مكان التصوير وكبرت اكتر من مره لحد هنا. وده الدعاء اكيد. نحاول نجيب البتاع ولا مش هيظهر؟ مش هيجيب ال نحاول احنا نقرب كده. هو مطبوع في رمضان. ثانية واحدة. مكتوب رمضان 1301. مكتوب رمضان حاجة يعني. ومش مطبوع هنا على فكرة. مش مطبوع في مصر. مطبوع في الأسيكانة. تركيا. في تركيا. العاصمة العثمانية. العثمانية زمان. يعني ممكن ده مثلا يكون آخر المصاحف مثلا اللي كانت في الدولة العثمانية أو حاجة زي كده، أو اللي تم إنتاجها في الدولة العثمانية. مش ما بنفكرش تبيعه خالص، ما بنفكرش. ما 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 يعني مبدأ مرفوض. يعني المبدأ ما البيع ده مرفوض نهائي. الناس بقى اكيد كلهم بيبقوا بيجوا يتفرجوا عليه، انا متاكد الناس كلها. اصدقائي كلهم بيجوا يشوفوه، يعني بيجوا يشوفوه يقراوا فيه. لا ما حدش بيعرف يقرا فيه بصراحه، انا عايز عدسه بقى وبتاع ومش عارف كده. انت بس اللي تقرا فيه؟ انا بقرا فيه بس صفحه كده كل كام يوم، بغرض ان هو بس ايه يعني كتهويه للورق، لان الورق لما يتكتم فتره بيكسر بينشف، فمن يعني غرض ان بهويه واحافظ على الورق اللي فيه، وفي نفس الوقت يعني ايه اذكر نفسي بيه دايما.